اهلا وسهلا بيكم. نعمل تاني وصفه في حلقه النهارده اللي هي مارشميلو بطعم الفراوله. نبتدي بمقادير الوصفه. هيبقى عندنا ربع كوب سكر بودره، 3/4 كوب نشا، ودول هيكونوا يعني مش من الوصفه نفسها ولكن هنستعملهم علشان المارشميلو ما يلزقش في الصينيه ونعرف نقطعه كمان بسهوله. بعد كده هيكون في 3 معلقة كبيرة جيلاتين، نص كوب مية متلجة، نص كوب سكر، نص كوب مية، تلت كوب عسل، 3/4 كوب شراب الذرة، وكوب ونص مربى الفراولة. ويفضل طبعا انها تكون بدون بذر علشان بذر الفراولة ما يضايقناش مع المارشميلو الناعم. نبتدي بان احنا نحط المية والسكر وشراب الذرة والعسل على النار. وفي المرحلة دي احنا ممكن نقلبهم لكن اول ما يبتدوا يغلوا خلاص لازم نوقف تقليب. وبعد كده عايزة اوصل درجة الحرارة ل 118 وهجيب ميزان الحرارة بتاع السكر علشان نقيس بيها الحرارة بتاعة السكر، وفي نفس الوقت هحط الجيلاتين مع المية الساعة وأقلب. علشان يبقى جاهز أول السكر ما يجهز يوصل 118 أنا هحط الجيلاتين معاه، وبعد كده هنضربهم كلهم في الخلاط لحد ما يكون المارشميلو. هو ده المارشميلو، جيلاتين وسكر مضروبين بالويسك لحد ما يكونوا اللون الأبيض ده. بس احنا النهاردة عاملينه بطعم الفراولة فبعد كده هنزود عليه مربى فراولة. لما نقيس بالميزان الحرارة ما نخليش الميزان حرف الميزان يلمس قعر الحلة لأن ده هيدينا قراية مش مظبوطة. قعر الحلة هتبقى أسخن من هتبقى درجة حرارة الحلة مش السكر، فإحنا لازم نحطه في منتصف سمك أو الغوطة بتاع السكر نفسه مش ما يبقاش لامس قعر الحل. فإحنا دلوقتي درجة الحرارة 103 وإحنا محتاجينها توصل ل 118. اوكي السكر دلوقتي 115 فاضل لنا حاجه بسيطه خالص. اوكي زي ما احنا شايفين اهو 118 هاخده واحط مع الجيلاتين على طول. واخدهم الاثنين احطهم في العجانة وهنضربهم لحد ما يكونوا مارشميلو هش ابيض.
زي ما احنا شايفين ده الملمس بتاع المارشميلو، ودلوقتي هنحط له نص مربة الفراولة ونضرب. وبعدين النص التاني، وكده نكون خلصنا المارشميلو. ودلوقتي هنخلط السكر والنشا وهنرشهم على ورق الزبدة. علشان ما يلزقش فيه. اوكي. ونجيب خليط المارشميلو. وننزله. نساوي الوش وبعد كده نسيبه يقعد لحد ما يتماسك. ممكن نسيبه برا التلاجة، بس ممكن نسيبه جوه التلاجة كمان، ونحط على وشه كمان علشان ما نخليش الهواء يخلي وشه يبقى ناشف قوي. اوكي، وده بيبقى شكل ولون المارشميلو بعد ما بيجمد وبيمسك نفسه. وإن شاء الله يكون عجبكم، وأشوفكم في الحلقة الجاية على خيرة الله إن شاء الله.